السلام عليكم الاصدقاء ديالي، كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. اليوم جيت لكم بالوصفه ديال الكلاص، وصفه تاع الكلاص بدون ملونات ولا نكهات هكا اصطناعيه، بمواد سهله بسيطه، مكونات موجوده في كل منزل. غتشوفوا معايا هذا الكلاص، هذا كيجي بحال الكلاص اللي كنشريو من زنقه. عندي هنايا 200 غرام ديال الفريز، جهد جوج تاع بنانات ولا 200 غرام ديال البنان، هكا قطعته قطع صغيره. جوج بنانات كانوا عندي هكا طابو مزيان. عندي هنايا 70 غرام ديال الشكلاط، عندي 25 سنتيلتر نتاع الكريمه السائله، واحد جهد تاع جوج معالق كبار ديال العسل، و ياغورت بنكهه الفاني، ولا يمكن لكم ديروا ياغورت طبيعي. فانا هنايا كناخذ دي ساك دو كونجيلاسيون، كندير فيهم هذاك القطع ديال البنان ديالي، وكنحاول هكا ان نديرهم هكا متساويين في الساك، وغادي ندخلهم الكونجيلاتور. نفس الشيء بالنسبه للفريز، غادي نديرو في الساك دو كونجيلاسيون. فالفريز انا قطعته هكا قطع صغيره، باش واخا يكون عندكم هكا طحان كهربائي ما كيطحنش مزيان، يعني كيكونوا الفريز قطع صغيره فغادي تسهلوا عليه الماموريه. دونك كنصحكم تقطعوا الفواكه ديالكم قطع صغيره، حتى هو كنديروا في ساك دو كونجيلاسيون، وغادي ندخلوا المجمد على الاقل 4 ساعات حتى يتجمد لينا، يجمدوا لنا الفواكه ديالنا، ونتلاقاو من بعد. هنايا من بعد ما جمدوا ليا فاتت 4 سوايع وقلبت لي الفواكه ديالي تجمدوا ليا، فانا درت هاد الكريمه حتى هي واحد 10 دقائق في المجمد، بردات مزيان. ودابا غادي نحاول نطلعها غير شي شويه، فكيف ما كتشوفوا معايا راها ما عقداش، غير طنطل نطربها شي شويه. يمكن لكم تديروا هاد القضيه هادي حتى بطراب يدوي، غير تحاولوا تخدموا الكريمه ديالكم تكون بارده مزيان صافي. ومن بعد غادي ندوز ناخذ هكا طحان كهربائي، وغادي ندير فيه الفواكه اللي جمدت، غندير فيه الفريز، غادي نضيف عليه ملعقة كبيرة من الياغورت بنكهة الفاني، ولا يمكن لكم تستعملوا ياغورت طبيعي، وغادي نضيف عليه هكا جهد واحد المعلقة كبيرة ديال العسل، وغادي نطحن الكل مزيان مزيان. فكنأكد لكم هاد الكلاص هكا ديال مصايب في الدار بهاد المواد الطبيعية هكا كتحسوا به النكهة ديالو، والله حسن بزاف من هذاك اللي كنشريو، وما كيجيش حلو بزاف بحال هذاك اللي كناخذو في المطاعم ولا في الزنقة، تيكون حلو بزاف. هذا هكا تيجي المذاق ديالو رائع، وغير هكذا بهاد المكونات هادو بلا ما تضيفوا الكريمه، يمكن لكم تعطيو حتى الناس اللي فيهم السكري حتى هما نفرحوهم، وواحد المعلقه هكا ولا اون بول دو غلاس هكا صغيره فغادي يفرحوا بها، وحتى هما ما نحرموهمش من كل شيء. اون بلوس هنايا ما استعملنا لا سكر ولا ملون ولا نكهات هكا اصطناعيه. دونك فايلا شفتوا معايا لا تيكستور ولا القوام ديال هذا الكلاص، هذا كيجي بحال القوام تاع الكلاص اللي كيتباع في الزنقه، غير هو باش نحصلوا على كميه اكبر غادي نضيفوا ليه الكريمه صافي. هنايا غادي ندوز ندير نفس الشيء بالنسبه للبنان، فغادي نضيف عليه معلقه كبيره حتى هو ديال الياغورت طبيعي ولا الياغورت بنكهه الفاني، ومعلقه كبيره ديال العسل، وغادي نطحنو مزيان. فكنأكد لكم هذا الكلاص تاع البنان، هذا سورتو هذا البنان تيجي زوين بزاف، تيجي كريمي هكذا وكيجي غزال، النكهه ديالو كتكون زوينه. فانتوما شوفوا معايا هذا القوام، هذا بحال القوام ديال الكلاص اللي كنشريو من برا صافي. هنايا الكلاص ديالي تقريبا صبح واجد، غادي ندوز دابا غير نقسم هذيك الكميه ديال الكريمه، فانا قسمتها على جوج، النصف ضفت فيه الياغورت اللي تبقى عندي، وغادي نحركوه كده مزيان.
وبالنسبة للنصف الثاني ديال الكريمة اللي خفقت قبيلة، فأنا خليته باش نصيب به الكلاص بالشوكولاتة. أما بالنسبة لهذا النصف فكيف ما شفتو معايا، هذاك الشيء اللي تبقى لي من الياغورت ضفتو عليه وحركت مزيان، ودابا غادي نوزع هذه الكمية ديال الكريمة على الكريم على الكلاص ديال الفريز والكلاص ديال البنان باش نحصل على كمية أكبر. صافي كنستمر هكا بالتحريك حتى كيولي عندي لون متجانس، ونفس الشيء غادي نديرو مع الكلاص بالبنان، حتى هو غادي نضيف عليه الكريمه وغادي نبدا نحرك حتى يولي عندي لون متجانس. فكيف ما قلت لكم، الا بغيتو هذا الكلاص بالفواكه بلا ما تضيفوا ليه كاع الكريمه، بلا ما تضيفوا ليه كريمه، انا هنايا ضفت الكريمه باش نحصل على كميه كبيره. ولكن الا كان عندكم الفواكه متوفره وبغيتوا ديروا الكلاص غير بالفواكه فكيجيو رائعين، كيجيو بحال صوبي وبلا صوبيتير، بلا هذيك الماكينه باش كنصيبوا الكلاص، بلا والو، غير هكذا كيجيو رائعين. هنايا عندي نص الكميه ديال الكريمه السائله اللي خليت، فانا ضفت عليها هنايا كيس من فلون ديال الشوكولاته، يمكن لكم تستغناو عليه، انا غير ضفتو لان بغيت نزيد نبين الكو ديال الشكلاط. وعندي خلاص هنايا داك الشكلاط ذوبتو مع جوج ملاعق كبار ديال الحليب، ذوبتو غير في الميكرووند وخليته حتى برد شي شويه، حيت ما خصكمش تضيفوه هو ساخن بزاف على الكريمه باش ما تهبطش ليكم. صافي وهنايا غادي نبدا نخلط مزيان حتى نحصل على لون متجانس، وصافي هكذا كنكون ساليت الكلاص وصافي كيكونوا واجدين عندي النكهات بثلاثه. فانا غادي ناخذ هكذا واحد البواطه وغادي ندير النكهات بثلاثه في هاد البواطانيت، فكنميلها شي شويه، كنحاول نرفعها من واحد القنت باش يمكن ليا ندير الكلاص وتبقى لي البلاصه للنكهات الاخرين. فانا هنايا بديت بالكلاص ديال الشوكولاته، كنحاول هكذا نقاد الكلاص في جهه وحده باش نخلي كيف ما قلت لكم المساحه فين ندير لي زوتر بارفان تاع الكلاص اللي وجدنا. فهاد الطريقه هادي تتكون عمليه، اننا نديرو هكا لي بارفان بثلاثه في بواطه وحده، كتخرجيهم هكذا في مره وكتاخدي لي بول دو كلاص ديالك وتعاودي ترديهم في خطره هكذا الا بغيتي للثلاجه. سينو يمكن لكم ديروا كل بارفان في بواطه ديالو. هنايا فانا درت الكلاص بالبنان، ودابا غادي نضيف اخر حاجه الكلاص بالفريز، وراني وجدت واحد القطعه ديال ورق الطبخ في القياس ديال البواطه اللي عندي. صافي هنايا من بعد ما عمرت البواطه ديالي غادي نغطيها بهذاك ورق الطبخ اللي قطعت في القياس ديال البواطه. علاش كندير هذاك الورق ديال الطبخ؟ باش نمنع هذاك تكون ديال الثلج، غادي تكون لي الثلج فوق من الكلاص وما كيجيش، ما غاديش يجي مزيان. اللهم نغطيو هكذا بورق الطبخ، كنغطيوه ا كونتاكت باش نتهناو عليه من هاد الجهه، هو انه ما يتكوش لينا الثلج بزاف فوق من لاكلاص ديالنا. صافي خليته في الثلاجه مده ليله كامله، من بعد منين خرجته كان هذا هو الشكل ديالو. نورمالمون ملي كنخرجوا لاكلاص من الثلاجه تنخليوه على الاقل واحد 10 دقائق في الثلاجه على ما ياخذ شويه الحراره ديال الثلاجه عاديه قبل ما نبداو نصيبو به لي بول دو كلاص. ولاني انا ما درتش هاد العمليه، ما خليتوش واحد 10 دقائق هكا من بعد ما خرجته من المجمد، لان وليداتي كانوا مزروبين باغيين الكلاص توت سويت، حنا غير خرجتهم من الكونجيلاتور. صافي بديت كنصايب هاد لي بول دو كلاص، كلكم تصيبوا لي بول دو كلاص غير بمعلقه راه تيجيو حتى هما المنظر ديالهم زوين.
كنتمنى هاد الوصفة ديال اليوم تكون نالت اعجابكم، وتنشكركم على المشاهدة. شكرا على المشاهدة وعلى التتبع ديالي، وغادي نقول لكم كنتمنى تجربوا هاد الكلاص، راه تيجي زوين 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 بزاف. ولا جربتوه وعجبكم خليو لي التعاليق في الكومنتير، وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله. بالنسبه للناس اللي مازالين ما ابونينش، ما تنساوش تابوناو وتخليو لي لايك وكومونتير وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كل جديد. فهانتوما كيف ما كتشوفوا الكلاص كيجي بحال الكلاص اللي كنشريوه هكا واجد من الزنقه، كيجي غزال، تفرحوا به وليداتكم. وغادي نقول لكم تهلاو في راسكم، والى الفيديو المقبل ان شاء الله.